وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. بعد الزلزال العنيف اللي ضرب كل من تركيا وسوريا، الجزائر أول بلد يلبي نداء الاستغاثة ويقدم يد العون للمتضررين. اليوم صريح جدا راح نرصد ردة فعل الشارع الجزائري. بدون إطالة خلونا نشوف وش كانت الإجابات. المجتمع كله تفاجأ للكارثة التي حلت ب أو الزلزال الذي أصاب تركيا وسوريا. كان هذا الزلزال رباني لا يتحكم فيه إنسان، ولكن مع ذلك لابد أن نتضامن مع بعضنا البعض، تضامن أخوي، تضامن شعوب. والجزائر دائما كعادتها لا تتأخر ولا تتناول يوما عن مساعدة إخوانها، سواء أشقاء عرب أو أفارقة أو في العالم. فهذا شيمنا وهذه قيمنا وهذا ديننا. المبادرة هي مبادرة من خصلة من خصلة الجزائريين، يعني احنا هذه غريزة في الإنسان، يعني حاجة طبيعية تضامن. هذا احنا كمسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك المسلم أخو المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه على بعض. احنا هذا ما نقولوش مصيبه اللي اصابت تركيا وسوريا ولبنان، هم بلد اسلامي، هم مسلمون ونحن مسلمين، لازم نعاونوا بعضنا على بعض. يعني هذا الموضوع جد يعني حساس وحزين كما يقولوا. انا قبل كل شيء نشكر رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون لسيد الرجال وسيد الرؤساء. شوفي باسكو هذاك انسان ما شاء الله يساعد كاع الناس كما قالك. وبالنسبه للشعب الجزائري تعرفيه اختي العزيزه، الشعب الجزائري حنين، الباليطه تاعو يعطيها لك ويقعد بلاش. حنا الجزائريين تصيبنا نعاونوا اي مريض ولا زنزله ولا اي كان. الشعب الجزائري بلا واحد ما يشكر لك فيه ولا يهدر لك فيه ولا يقول لك واش كان ولا ما كانش. انت الاولى تعرفي روحك واش تسوي في الجزائر. انا نشوف بلي مبادره مليحه باسكو لازم تضامن بين الشعوب. بون سوريا ديجا دوله عربيه وخاوه، وتركيا كذلك، لانه نفس الكارثه الانسانيه بعد الشر تقدر تصرى عندنا في الجزائر ونلقاوها بتضامنيه من عندهم، وهذه هي من باب الانسانيه. مليحه المبادره هذه، نطلبوا الرحمه لما ان شاء الله ولي رامحيه ان شاء الله. وما دابين احنا مبادره تزيد اكثر من هكذا، خاطش احنا معروفين بالمبادرات، الجزائر معروفه بالمبادرات في خارج الوطن وداخل الوطن، صورتها لداخل الوطن. علاش نقول لك؟ علاش صراو زلزالات هنا في 2003 وكذا، لقينا الدنيا كاع تجري، صورتها الشعب ماشي غير الدوله، الشعب ثاني دوكو يفتحوا الشعب الجزائري يروح يدير مبادره في رأي يروح كاينه منها، يروح يدير مبادرة تاعو شعب والدولة في زوج. الجزائر متعودة على هذه المبادرات هذه، ماشي من اليوم، وهذا من شي من الكبار، وهذا يعني هنا خاوتنا، وفيه أولا الدولة السورية دولة عربية، والدولة التركية كانت هي أولا دولة عثمانية اللي كانت تحتضن كامل العالم العربي تحت حمايتها. وهذا واجب قامت به الدولة الجزائرية، وهذا كانت متعودة يعني منذ القدم منذ الأزل، وهذا من شي يمينا. الله يجازي بلادنا بالخير، حاجة بري مليحة، وإن شاء الله ربي يرحمهم هذوك تاع الزلزال تاع سوريا. الجزائر ماشي أول مرة تأخذ موقف كما هذا، الجزائر معروفة من بكري. فهذا القرار الذي أصدره السيدة رئيس الجمهورية يعتبر ليس مفاجئا، وانما هو من شيمنا وقيمنا واخلاقنا. على كل حال الجزائر دائما تساهم في الامورات هذو، وراهي مع الدول يعني احنا مصالحه، احنا ما عندنا حتى مشكل. اي دوله اللي تكون ضعيفه ولا تحتاج حاجه الجزائر تتعاون على كل حال، والجزائر يعاونها ربي ان شاء الله، ربي راه معاونها. فنتمنى ان تكون الاضرار اقل، وأن يشفى كل مريض، وأن تكون الجزائر دائما في الريادة في هذه المساعدات. تبارك الله في رئيس الجمهورية، يعني المبادرة اللي يدير فيها تبارك الله فيه 100%، وهذه حاجة مليحة. وحنا رانا دولة عربية إسلامية، ما عندنا حتى حاجة ما بين أي دولة، ونشكر رئيس الجمهورية على هذا الشيء اللي راه يدير فيه،
والشعب الجزائري على باله يعرف الحوايج هذو، وعندنا دائما يعني هذه الطموحات اللي باش نكون يعني باش نكونوا واقفين مع الدول هذو. قدر الله وما شاء فعل، ولذلك نثمن ونثمن دائما هذا القرارات، ونتمنى كذلك من الشعوب الأخرى في كل العالم أن تساعد بعضها البعض وأن تتضافر وتتكافل مع بعضها لكي يسود الود والوئام والسلم والأمان في ربوع وطن العالم كله، وخاصة الوطن الحبيب الجزائر. نتمنى إن شاء الله يا ربي بقي السر على الرئيس تاعنا عبد المجيد تبون، ونتمنى للناس اللي ماتوا في سوريا وتركيا الله يرحمهم، ولي جرحى ربي يشافيهم، ولي مرضى الله يشافيهم، والله يرفد الضر على كل واحد، وهذا قضاء وقدر. مبادرة مليحة اللي دارتها الجزائر للترك وسوريا، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله الكوارث ما يجوش لينا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله نعطيكم الخير وكل خير إن شاء الله ليكم يا ربي، والصحة إن شاء الله يبعد علينا البلاء والمصايب يا ربي إن شاء الله. مبادرة شابة وكانت مساعدة شابة لتركيا وسوريا، ونشكر الرئيس تاعنا باسكو توجور هو المساند الأول للبلاد والمساند الأول للبلاد الخارجية، والحمد لله الحمد لله رانا بخير، والحمد لله الله يصبرنا من هذه الكوارث. هذه مبادرة حسنة في الحقيقة، أي شعب مسلم نكونوا في الأوائل بالمساعدات. رئيس تبون من الناس اللي عندهم الحكمة والبصيرة اللي راهم يساعدوا في الشباب ويساعدوا في إخواننا السوريين وإخواننا التركيين، نشكره على هذه المبادرة وبارك الله فيه. L'Algérie a de tout temps été la locomotive de la solidarité internationale. C'était la mecque des révolutionnaires. Ça nous honore que l'Algérie prenne cette initiative et met tout en œuvre pour aider un pays frère qui a été touché dans son âme. Nous avons été confrontés plusieurs fois nous-mêmes à plusieurs séismes parce que nous faisons partie des plaques tectoniques ici en Algérie. Donc la solidarité, elle est innée chez nous. L'Algérie a été le premier pays à avoir répondu à l'appel de la Syrie. Alhamdoulilah, Inch'Allah, comment dirais-je, la population syrienne, la population turque arrive à gérer cette situation très difficile. C'est une initiative mليحة من طرف الدولة تاعنا. Toutefois, هادو يقعدوا خاوتنا. أموات اللي ماتوا وربي يعطيهم الصبر، وهي جايزة علينا، جازت علينا تاع الأصنام، جازت علينا تاع 2003، حنا نعرفوا يعني المحاين تاع الدنيا هذه.